الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين عن منزلة التذكر، وذلك باعتبار أن التذكر آلة المؤمن. فالتذكر ليس معنى من المعاني كالتوبة أو الخشية أو الإخلاص، إنما التذكر هو استحضار كل هذه المعاني. وللتذكر كآلة وأداة من الأدوات مقدمات فوقها، وهي الفكرة، التفكر. يعني التذكر يوجد ويحضر الفكرة إلى القلب والذهن، والفكرة التي نود أن نستحضرها إلى أذهاننا هي فكرة الآخرة والفكر في الجنة ومعرفة الله تعالى، مما يؤدي إلى عمل صالح. هذه خلاصة هذه المسألة. لكن التذكر والتفكر له عقبات تمنع المسلم من أن يتذكر. أنت تمر بآيات كثيرة، وكل آية مررت بها جديرة بالتأمل والوقوف عندها. فمن ذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا يعني أن المؤمن ينظر بعينه ولكنه لا يتفكر بقلبه، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت قد ترى الشيء ببصرك ولكن لا تنفذ إلى المعاني، فتدرك من خلال آيات الله المبثوثة على صفحات الكون لا تقودك هذه المسألة إلى إيمان بالله عميق، أن الله خلق وبرأ وفلق وصنع وأبدع وصور وأوجد. كل هذه أنت لا تتفكر أو لا تتذكر هذه المعاني في كل لحظة. يعني أنت حضورك وتذكرك لمعاني الإيمان وأنت في المسجد وأنت في درس وأنت في صلاة يختلف، وأنت في العمل، في الأسواق، في الدنيا، وهكذا في محل عرس، في بيت بكى قاعد يتونسوا. قليل من يتذكر إلا من رحم الله. فما هي عقبات التذكر والتفكر؟ يعد ابن القيم رحمه الله العقبة الأولى والأخيرة. كل العقبات دائرة على اتباع الهوى، اتباع الهوى الذي يطمس نور العقل والذي يعمي بصيرة القلب فيريك القبيح حسن والحسن قبيح. البصيرة دي مهمة جدا، البصيرة تحت المؤمن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به وبصيرة بين الحق والباطل. فبعض الناس يرى الباطل حقا وبعض الناس يرى الحق باطلا، وهذا انتكاس في الفطرة عياذا بالله. طيب، لكن الهوى ضرب من ضروب الشهوة، والفرق بين الشهوة وبين الهوى أن الهوى يشمل الأفكار والمعتقدات، والهوى يصيب النفوس والملذات. الشهوة دائما في الأكل والشراب والنساء وكذا، الهوى بكؤسة كده من السلف ولا شنو؟ أهل البدع وشنو؟ أهل البدع وشنو؟ والأهواء دي بكون في الأفكار والمناهج، يتخذ منهجا غير منهج الإسلام. أنت ترى ذو الخويصر التيمي كما في البخاري يأتي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بالجعرانة بعد فتح مكة. أتى هذا الرجل وقال اعدل يا محمد،
ادى ناس 200 وناس اداهم 100 بفهم. في ناس ما اداهم نهائيا وابو سفيان اداهم 200 واسلم له شهر ولكن عنده فهم. فذو الخويصر قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل، ثم اقسم بالله قائلا والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حلف قال له والله دي ما أنت ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كان القروش بجامل فيها، طيب كلام الله بجامل فيه ليه؟ ما أدس شيء وأديكم شيء من الشيء نزل الله، أديكم لكله ليه؟ وذو الخويصر بعد أن قال هذا الكلام وقف يصلي صلاة طويلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار بصلاتهم. ما في زول في الأمة بيصلي زي الخوارج. الناس زي بيصلوا صلاة يا أخي. قال لك ذو الخويصر التيمي أول حاجة السنة الجلابية تكون قصيرة، ذا جلابيته في الركبة، في الركبة فوق، قال لك في الركبة هنا فوق، يعني مطبق شنو السنة وما بيحترم صاحب السنة، جلابيته في الركبة. في عينه أمثال ركب المعز من البكاء والخشية، تقول ده كيف؟ وصلي صلاة شديدة خلاص، غائر العينين، ده وصفه ذو الخويصر التيمي غائر العينين، يعني من كثرة ما زود بيبكي من ربنا، خوف من ربنا، بعد يمشي النار ومش النار ساكت، كلاب أهل النار، عيونه داخل لجوه من البكاء، غائر العينين ناتي الجبهة. عبادة ثقيلة، لكن هذه العبادة معها أهواء، ولدت في نفسه إحساس بالتعالي تجاه الآخرين، فأصبح ينظر إلى الناس بعين الاحتقار ولو كان نبيا من الأنبياء، بل ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وجه الصحابة يقول الكلام باجتهاد منك، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والخدعة والمكيدة؟ وفيه دايجة طوال يحلف، شوف الجرعة، وده في نوع من الناس فيه، بس فلان عمل حاجة يقول فلان ده أصلا ما نافع، والله دي الناس هالكين الله ما بيغفر لهم. العبادة ولدت في نفسي هذا الكلام. بالنسبة الخوارج دي أصلا خطرين جدا، لأنهم أنت عارف خلي الخوارج شنو فهم الدين، ما التقصير في الدين، الخوارج ما فاهمين، لأنه لو فاهمين بيطبقوا، لكن الخوارج ما عندهم أي فهم، ما ماسكين العصاية من شنو من نصها، دائما الدين وجو خشوا فوقه بدون فهم. عشان كده أي إنسان يريد أن يستقيم خاصة من الشباب إن لم يستقم على فقه يضل، لأن الحماسة تقوده أن يجاوز الحد وأن يخرج على الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والخوارج قصص عجيبة جدا. أول حاجة الخوارج دين الرسول قال فيه شنو؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لما أتى مجموعة من السلف الصالح على رأسهم سعيد بن المسيب، جمع الريف في قوم، القوم من الخوارج قاطعين الطريق، أي ذو بيجي ماشي بيسألوا بيقول له مسلم، يقولوا دينك شنو؟ يقول مسلم. يمتحنوا في الإسلام، يقولوا ما تقول في أبي بكر، عنه أبو بكر وعمر عدول، ولكن علي وعثمان فسقة ومعاوية كافر، وهكذا بيصنفوا يسألون. فإذا لم يقل بقولهم امتحنوه وقتلوه. فواحد من الناس العلماء سعيد وسيد قال للناس الماشيين معه أنا حجيجكم. الخوارج دين قاطعين الطريق يقتلونا، لكن ما بنضم، أنا بنضم طوال السنين السيوف واقفين. لما جاء عليهم قال من القوم؟ قال له سعيد بن المسيب قوم من المشركين. قال فأدخلوا السيوف في أغمادها، قال دين ندعون إلى الله نعلمنا الدين بالراحة، قال
يا أخي دير من علم الدين بالراحة، جيك من علم الدين بالراحة، المسلمين دير أصلا قرأت مسلمين دير، وكنت قال لك علي مسلم، علموا إنه ما مسلم، وريك أخنعوا. قوم من المشركين قام أدخلوا السيوف في أغمادها، قام قال لهم أولم يقل ربكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجرونا، يعني أحمونا، قالوا أجرناكم. بيسمعوا كلام الله طوال يعني، قال له حتى يسمع كلام الله، سمعونا كلام الله، قالوا عليهم قرآن تجيل، قال لهم ثم أبلغوا مأمنة، رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم. أنا كانوا شوفوا الناس ليه، مع أن الخوارج عندهم مع هذه الأهواء ده كل اتباع الهوى، الخوارج عندهم أشياء فيها جلد. تعرف الجلد أول حاجة في الحروب، عندهم شجاعة منقطعة النظير. الخوارج دي خاضوا معارك عجيبة، امرأتهم غزالة قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف، هي الوحيدة التي انتصرت عليه، ودخلت الكوفة بجيوشها، دي غزالة كويس. ولما دخلت الكوفة والحجاج خلاص خلى الكوفة، كشتوا لك بيجيش برا واحتلت الكوفة، ثم دخلت مسجد الكوفة الكبير مصلية وعندها نذر، شوف نذر لله، إذا غلبت عن حجاجة أن تصلي لله ركعتين في مسجد الكوفة للقائد مرة. فدخلت وصلت ركعتين في مسجد الكوفة، الركعة الأولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران، دي غزالة. والناس فيهم منتظرنا، الجنود فيهم منتظرنا، في واحد برضو موقفينه، قال لك الغزالة دي ما جات مرقة، موقفين الناس بس مربطينهم موقفينهم كده. فالزود الضيق جدا قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها، قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لها، كرهتنا الحياة ذاته. قال له وقال شاعرهم مماقتا الحجاج، قال له هلا برست إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائري، صدعت غزالة جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابري. قال خلت زي مبارح، خلت الحجاج زي مبارح، أسد علي وفي الحروب نعامة، بيقول الحجاج كده، ربداء تجفل من صفير الصافري، انت عندك رجالة قال لما تعلي غزالة دي، هلا برست إلى غزالة في الضحى. لكن بعد ذلك استعاد الحجاج قواه وهزم وبدد الجيوش غزالة. فهم عندهم شنو؟ عندهم شجاعة. وإلا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قتل علي رضي الله عنه، لما قتله جاب السيف قال سممت السيف شهرا، سمى السيف شنو؟ شهد، بيخذ سيف في السيف ده. شوف الإجرام ده بالله، شهر كامل يسيب في السيف. ثم قال خرجت إليه في السابع عشر من رمضان، وهو قد خرج وقت السحور إلى المسجد، قال فكممت له وجاء من قدامه، قال ضربته بالسيف ضربة شجه في رأسه، قال لو ضربت بها أهل مصر بلد لماتوا عن آخرهم. قال يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، قال أشقى الأولين قدار مسالف عاقل الناقة، وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم يا علي. وكان عبد الرحمن بن ملجم بالرغم من أنه مسلم، مسلم هذا مسلم بالناس، ما كفر، بعد ما كفر، ما كفر، لأن علي لما سألوه عن الخوارج أكفارهم؟ قال هم من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال هم من النفاق فروا. إخوة لنا بغوا علينا ثم أتوا. شوف إخواننا ذا بريك المفاهيم المنتكسة الشديد، ده مش أشقى الآخرين. لما أسر قال علي رضي الله عنه إن أنا مت فالنفس بالنفس خلاص تختصوا، وإن أنا حييت فأمري معه، بعدك أعفى منه أعاقبه، أنتم ما هي دخلوا، لكن لو أنا مت خلاص.
فجعلوا يعذبونه هو ساكت، فما أظهر لهم توجعا ولا تألما. أخ ما قال عذبوا عذاب، أخ دي ما قال بس صامت كده يعين لهم بس يعذبوا. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه بكى، لما سألوه قال أخشى أن تمر علي لحظة وأنا حي لا أذكر الله فيها. وبعد أشقى منه أشقى الآخرين. حتى عمران بن حقان شاعر الخوارج مدح عبد الرحمن بن مرجم على قتله عليا قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أنا لما عايل عبد الرحمن بن مرجم ده قال أكثر زوم القيامة عنده حسنات، قال لكن الحسنات دي الله بيديها بمزاجك أنت يا مجرم. ده عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذه الأهواء، هؤلاء لا ينتفعون من التذكر. ومن الأهواء كل الشهوات الموجودة بألوانها وصنوفها، من استغرقته ودخل فيها إذا تذكرته لا يتذكر، وإذا وعظته لا يتعظ. طيب هذه عقبات التذكر، كيف نحصل على التذكر؟ يا أخوانا الإنسان بيتذكر، بيتذكر شنو؟ فكرة، يوجد شنو؟ فكرة إنه يكون تقي، دي فكرة إنه يكون مستقيم، إنه يعمل الصالحات، إنه ينفق في سبيل الله، كل أفكار في ذهنه. كون يتذكر ويحضره عند الفعل هذا هو تذكر. لما يجي يصدق ما بيصدق اللي بعد ما شنو يكون تذكر فضل اللي بيدفعه للتصدق، شنو تذكر فضل شنو فضائل الصدقة. لما يتذكر وتأتي في ذهنه القيامة وأنه محتاج يوم القيامة للحسنات يقوم يطلع. فالتذكر يحضر شنو الفكرة المطلوبة، ولكن الفكرة مجرد فكرة لا تنفع إلا إذا اجتنيت ثمرتها. فكيف نحصل ونجتني ثمرة التفكر الفكرة؟ ذكر ابن القيم ثلاثة أشياء رئيسية تعين على شنو؟ على التذكر، وليس مجرد التذكر إنما على ثمرة وخلاصة التذكر، يعني تدفع إلى فعل العمل الصالح الذي تذكرته. يا إخوانا في ذلك بيذكر، بيذكر إنه اليتيم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لكن ما بيعمل. لكن أي زول بيذكر؟ قد يكون ما مذكر ويقول في الخطبة والدرس أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، طوال يقوم يجول بذهنه في من؟ في الأيتام، في الحلة، في أهله، في أقرباؤه، في جيرانه، عشان يكفلهم. يقوم طوال يتذكر ويتفكر، لكن هذا لا ينفع إلا يعمل شنو؟ أيوة يدخل يده في جيبه كويس ويطلع طوالي، دي الثمرة بيجيبها كيف. هذا الباب خلاصة عظيمة جدا بالمناسبة، هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها. النقطة الأولى قصر الأمل، والثانية التأمل في القرآن، والثالثة حياة القلب باجتناب مفسداته. دي الأشياء بيخلصوا شنو يفتني ثمرة أي تفكر. يا أخوانا عندنا تفكر، عندنا تذكر، بنتذكر يعني بعد الدرس. أي ذول بعد الدرس بيطلع إيمانه ليس كإيمانه قبل شنو؟ قبل الدرس. هذا معنى شنو؟ تذكر. ولكن استحضار الفكرة عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج إلى هذه الثلاثة أشياء. طيب قصر الأمل، قصر الأمل يعني شنو؟ قصر الأمل تعريفه العلم بقرب الرحيل. العلم بقرب الرحيل، الرحيل من وين؟ من الدنيا. طيب هذا يعني أن العبد المؤمن لا يؤمل في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آمالا ولا يظن أنه سيعيش كثيرا، فإذا عاش حياته على أن عمره قصير
وأن أجله محدود وأن أيامه دانية وأن ساعاته قريبة استعد للآخرة. وهذه مسألة مهمة. شوف المسألة مهمة كيف. ربنا علم الناس هذه المسألة. لما يتكلم عن الدنيا يتكلم على باعتبارها أنها قصيرة. قال عن القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة شنو من نهار أو عشية أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كويس. أفرأيت إن متعناهم سنين شنو تاني وجاءهم ما كانوا يوعدهم. يصور لك الدنيا كأنها شنو قصيرة. هذا اسمه قصر شنو قصر الأمل. قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا يعني أن الأيام مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتد والأيام مهما تراكمت فاللقاء قريب إن أجل الله لآت. لذلك يعني كأنه يود أن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل. هذا اسمه شنو قصر الأمل. طيب إذا تعامل المؤمن بهذا الإحساس الراقي مع الآخرة وبأن الدنيا منقطعة ما الذي سوف يفعله؟ سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات وتلك ثمرة الفكرة والتذكر. جابت ولا ما جابت؟ قصر الأمل جاب التذكر والتفكر وثمرت ولا ما جاب؟ كيف جاب؟ إذا كان العمر قليل فأنت في سباق مع شنو؟ مع الزمن. وأنت محتاج لكل لحظة بل ولكل نفس. بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحسر أهل الجنة. والحديث غريب كأن الجنة فيها شنو في حسرة مع أن الجنة ما فيها شنو ما في حسرة. لكن كأنه يقول إذا تحسروا تحسروا تحسر طاع ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. لما يخشوا الجنة لما يذكروا ساعة مرت في الدنيا ما ذكروا الله فيها يتألموا. خلي مش ذكروا الله فيها كانوا في مباح ما كانوا قاعدين بعد العشاء في كأس الأمم الأوروبية. في واحد من أقربائي يعني لقاني اليوم بعدين قلت له حاجة كده قال يا أخي مولانا كده أنا بعد العشاء لازم أحضر الكاس ده. قلت يا أخي أنتوا لسه في كلامكم ده ممكن أنتوا يلعب كورة يا أخواننا في رقبته لكن ما في زول يتفرج. أنت بتفرج مالك؟ الزول بتريب عشان يستفيد والإسلام ده زول قوي والمتفرج ده ماله. أنت ألعب قوي نفسك عندك عذر أمام الله بتقول لي الله المؤمن القوي خير من المؤمن شنو الضعيف. أها المتفرج المتفرج القوي خير وأحب من المتفرج الضعيف. المتفرج ما عنده أي عذر ده ضيع في زمنه ما في شك أصلا. وخاصة كان بيمشي يخش الكورة الكورة إذا كان الساعة 8 هم بيخشوا من الساعة كم من الساعة 2 مالك يا زول ماك نصيح ولا شو أنت. ويحرقوا العمم يطلع العمم يحرقوها يا ناس. ده كله وريني الحجة شنو أمام الله. دي ما عندها حجة. بعد أجي أتفرج في الخواجات في التلفزيون ده شنو يعني يا أخي. أجري في الميدان ده نزل عرق وقوي نفسك وكده مباح ما في إشكال. يقول لك الرياضة مباحة لأنه للي بيشاهد ولا للي بيلعب للي بيلعب والماذا يلعب يشوف له حاجة تانية أنفع مش إقبال أنا شاهد. فأدار أقول شنو إنه إخواننا الناس بيعتبروا القيامة بعيدة لإشكال كبير جدا. لذلك قال تعالى مبينا قصر الأمل قال ترونه بعيدة ويرونه بعيدة ونراه قريبة. كويس. وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو من نهار. بلاغ فهل ينذر إلا فهل شنو ينذر إلا القوم شنو. طيب إذن
يا إخواننا قصر الأمل مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يزرع في أصحابه هذه المسألة أن لا يطيل الأمل. رأى صلى الله عليه وسلم شمسا، الشمس قد آذنت بالمغيب على رؤوس الجبال، يعني الشمس من فوق الجبل نازلة، ده شنو؟ ده تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا، الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه. إخوانا الكلام ده في زمن رسولنا محي، عشان ده تغيب. قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما مشى من يومكم ده، والفضل من الآخرة قريب من الآخرة زي ما فضل مسافة الشمس تغيب. يعني إحنا كلنا في المساحة دي، عشان ده مصورون إخوانا أنتم. قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. كلام ماله واضح جدا. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في نسم الساعة، في نسم في آخر الساعة يعني. قال بعثت والساعة كشنو؟ كهاتين. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. يعني الآن نحن يا إخواننا الدنيا دي مكانة طويلة، أن الله قال شنو؟ وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. نحن الآن في آخر شنو؟ في آخر الدنيا. هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو؟ قصر شنو؟ قصر الأمل. أنت عارف نوح عليه السلام عاش في الدنيا ألفا إلا خمسين عاما، بل هذه دعوته. لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. الدنيا دي كلها قال بيت عنده بابين كده، أخوانا زو خشة من باب الجامع ده وطوالي مشى ما قعد في الجامع، مرق بالجامع ده بالباب الثاني. نوح قال الدنيا كلها زي الشغلة دي بس ما شاف أي حاجة. ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله. أتته امرأة عجوز في زمنه تبكي، قال لها ما يبكيك يا امرأة؟ قالت مات ولدي، مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء. قال لها وكم عمره؟ قالت 300 عام. قلت عندي شافع، قلت شافع صغير ما شاف أي حاجة من الدنيا، يا دوب في الشباب عمره 300 سنة. ولأن هذا موضع ضحك للعالم، لزول اللي بيعرف الحقائق، ضحك نوح عليه السلام. فاستغربت المرأة، هي تبكي وحزينة وهو يضحك. قال لها ضحكت لأن نبي في آخر الزمان أخي. الأنبياء إخوات وعلات، إخوات مع بعض في الدين، إخوان في الدين. في آخر الزمان عمره وعمار أمته لا تتجاوز 60 و70. هي ذات ضحكت، اتكيف ذات عنه، يعني ولد ده الشافع الصغيرون ده ما في الأمة دي تحصل في أمة الرسول. ثم قالت لئن أدركت زمانهم لأولدن ساجدا ولأموتن ساجدا لا أبرح مكاني أبدا. 70 سنة بتعمل لله حاجة، قالت عبادة، قالت لو ولدوني مما يولدوني أكون ساجدة، لا أمشي دكان، لا أتمشي السوق، لا تمشي تجيب في المواصلات، لا بس تكون ساجدة لله لحد ما تموت فيها. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ طيب قصر الأمل يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول معرفة الدنيا وتقلبها وسرعة انقضائها، ومعرفة الآخرة وما فيها من البقاء والخلود. أنت كعرفت الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها تقصر الأمل إن شاء الله. طيب دي المسألة شنو الأولى في شنو؟ في ما تجتنى به ثمرة شنو؟ الفكرة، وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره، لأنه أنت قد تتذكر. إخوانا ما قلنا في عقبات بتمنع الإنسان منه يتذكر، منا قلنا الهوى، ومنا الدرس الفائض قلنا شنو؟ النظر إلى عيوب المذكر. زول بتكلم ليه؟ بيوعظك، بيذكرك بالله، وأنت
ما مقتنع به، بتفتش في عيوبه تقول زول ده قبل كده سوى، وزول ده أنا شفته قبل كده عمل، وزول ده قبل كده قال، وزول ده كده، ما بتأخذ منه علم. لكن هذا إشكال، قلنا لا تلتفت إليه، انتفع بعلمه ولا تنظر إلى عمله. طيب الأمر الثاني التأمل في القرآن. التأمل في القرآن شيء عجيب أيها الأحبة. أولا ينبغي أن تعرف شيء، التأمل في القرآن ابتداء يكون بالقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب إخواننا، قراءة القرآن لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في الورى أجل من كلام الله تعالى، وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر. لا يوجد ذكر ولا كلام في الدنيا أجل من كلام الله. وريني قول لي، قول لي الكلام المعين، قول لي أشير عليه كويس. العرب مع فصاحتهم كلام الله تعالى لا يوجد كلام في الدنيا أجل من كلام الله على الإطلاق. أذكار، أقوال، كل حتى ولو دين، لن يكون كل ذلك أفضل من شنو؟ أفضل من كلام الله. كلام الله فائدته، من تأمل القرآن وقرأه أولا كأنما تكلم مع الله، أنت تتكلم مع ربنا. وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. القرآن أولا يخبرك عن الماضي، ويحدثك عن الأحكام، وينبهك على ما ينفعك، ويعرفك بالله، ويتلو عليك صفات الله، يقول لك السميع العليم البصير كده، يسأله كل يوم من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن، ألا له الخلق والأمر كويس، يعرفك بالله تعالى. ومع ذلك القرآن يخبرك عن ستة أشياء ضرورية. أولا معرفة الله، ثانيا معرفة الطريق الموصل إلى الله، ثالثا عاقبة ذلك بالكرامة والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار إليه. وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على شنو؟ يعرفك بالشيطان، بوريق الشيطان وما يدعو إليه الشيطان، الشيطان ودعوته، ثم طريق الشيطان في الإضلال. إخوانا وريق الشيطان قال شنو؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. القرآن وراك الشيطان قال شنو؟ الشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، يعني وراك الشيطان وما يدعو إليه، وطريق الشيطان في الإضلال، وعاقبة من اتبع الشيطان من المهانة والخسران. هذه ستة أمور ضرورية يعلمك القرآن إياها، مع أن القرآن ينقلك إلى الأمم ويعرفك بالله ويخبرك عن الجنة والآخرة والأهوال والصراط والحشر والميزان، ويعلمك أحكاما تنفعك في دنياك، كيف تتعامل مع الناس. سبحان الله، والله القرآن، القرآن عجيب. فلذلك القرآن ينتفع به، وبالقرآن تحيا القلوب، وما في ذلك شك. إخواننا الآن الأمة قل ارتباطها بالقرآن، إما حفظا واعتناء، وإما عملا وتدبرا وتطبيقا وتنزيلا له في أرض الواقع. قل الاعتناء بالقرآن، وكثير من الناس يميل إلى الأشعار والمدائح، فأصبحت ثقافة عامة منتشرة بين الناس، وقل الاهتمام والاعتناء بالقرآن. ولن تجد كما أسلفت لك كلاما في الدنيا أجل من كلام الباري سبحانه، لأن الكلام كلامه
سبحانه. هذا كلام الله، هذا كلام الله موجود. أنت تمسك بشيء عظيم هو كلام الله، ذلكم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب الشيء الثالث المهم جدا يا إخواننا، لينتفع بالتذكر ويؤخذ بثمرته لا بد أن يحيى القلب، أن يكون القلب محل، لأن أين يندر التذكر؟ في القلب. إخواننا في زول غافل وفي زول بخاف الله أصلا، والاثنين قعدوا وقام واحد كلمون عن الإنفاق، قال بينفق ياتو صاحب شنو؟ القلب الحي. وقد تكلمنا عن هذه المسألة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أصلا عنده خشوع وعنده إنابة، وهذا محلها في القلب لكل عبد منيب. مش كده؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وما في سمع عنده قلب، لكن نتكلم عن القلب وعن استعداده وتأهبه وتهيئه لأن يتقبل الذكرى وأن يجعلها فكرة وأن يجني ثمرة الفكرة بعمل صالح وفعل وإقدام. طيب ما هي مفسدات القلب؟ هذا المبحث في المدارك عندي بالنسبة لي من أجل المباحث الموجودة التي قل أن تجدها في مكان. مفسدات القلب خمسة، مفسدات القلب كم؟ خمسة. طيب بل جملة هي قبل ما نفصل فيها، كثرة الخلطة وركوب بحر التمني والتعلق بغير الله وفضول الطعام وفضول المنام. دير كده كم؟ خمسة. دي اسمها شنو؟ مفسدات القلب. القلب يفسد. لا يعي بعد ذلك، يقال له الكلام فلا يتأثر به. وإذا كان القلب مريض دي منزلة أحسن من القلب الميت، يتذكر في الحال، ولكن إذا قام من مجلس الذكرى نسي الذكرى وراء ظهره، وهذا حال كثيرين. ولا كيف؟ لما يكون في أثناء درس يكون ماله منفعل ومهتم ويقول تاني أنا الموضوع ده خلاص لازم أنا أحدد فيه، يا أخي ما ممكن زول يكون تايه كده يطلع من الجامعة ده يلاقوا أصحابه جنب الدكان ويتكلموا انسى ده كله كويس، يجي في شارع الزلط بس مش مي هنا يصل الزلط ده كويس، يلقى له كم بيت ماشي وكم بيت جاية وبيترك بلا في أمجاد وبيترك بلا في رخشة، يجول ببصره وفكره ينسى ده كله. ده قلب مريض لكنه حي وليس بشنو؟ بميت. ولكن القلب الحي الذكرى تدوم معه. لذلك ابن القيم ذكر لطيفة من اللطائف فقال قصر الأمل إذا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه. إيه قلبه ده قائم على شنو؟ على اليقين. يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة رأي العين فلا يؤثر على آخرة دنيا. صح ولا ما صح؟ هل قامت بقلوبنا شواهد لليقين يا أيها الإخوة؟ شواهد لليقين، الآخرة قدام عينه بس، والقيامة زير قامت، أي حاجة يكلموا عنها هي في محلها يحس بها ويشعر بها ويدركها. طيب لكن ابن القيم قبل أن يتحدث عن المفسدات الخمس تحدث في مبحث لطيف عن أهمية معرفة المفسدات الخمس وعن أهمية حياة القلوب. قال رحمه الله اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، تعطريه في الطريق في قلبك آفات النفس وآفات العمل. آفات النفس يعني شنو؟ العجب، الغرور، التعالي، آفات النفس. وآفات العمل الرياء، السمعة، حب الثناء، المنصب، الجاه، آفات تقطع عليه صفاء قلبه مع الله، وذلك كائن وحاصل عياذا بالله. فإذا قال إذا وفي القلب وفي الطريق
طريق قلبك للقلب سراق يقطعون عليه الطريق ويسرقونه. وما الذي يسرق من القلب؟ أهم شيء غالي في القلب شنو؟ الإيمان. تسرقه اللصوص، إما من شياطين الإنس أصدقاء السوء، وإما من شنو؟ من شياطين الجن. طيب هذه الخمسة تطفئ نور القلب في هذا الطريق، فيصير القلب فيسير القلب إلى الله متخبطا في مع هذه الآفات فيقع فيها. أما إذا قوي نور القلب وسار الإنسان في طريقه إلى الله، كلما مرت عليه شبهة أو اعترته شهوة بدد نور القلب هذه الشهوات والشبهات، فيصل إلى الله سليما معافى. يصل إلى الله، يصل عمله، يصدق وكل وجه الله العمل يقبله الله طوالي، ما فأقول للناس ولا للدرياء ولا لكذا، لأنه في ناس بيعملوا العمل الصالح رياء وسمعة، في ناس دار يعمل عمل صالح المخلص ده في أي محل بيعمله، وفي واحد يقول لك إلا جيني أنا وإلا عن طريقي أنا. أنت مخلص لله ولا لنفسك؟ ده مالي الله، ده لنفسك أنت، ولا عمل لنفسك ده مشي لقدام. فأما الزبد فيذهب يفاء، ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينفصل، ما مشي لقدام. أنت عارف الإمام مالك رحمه الله لما جاء يكتب الموطأ بتاعه يا إخواننا، الموطأ الإمام مالك الواحد ده، طبعا يا إخواننا الموطأ ذاته اسمه شنو؟ الموطأ ده يعني الاسم ده من شنو يعني؟ ها؟ وطأه للناس، أي مهده لهم. التوطئة، أقول لك توطئة شي موطأ، الموطئون شنو؟ أكنافة يعني الأشل الخاضع، فهو خضع الكتاب يسره. لما كتب الموطأ قالوا لإمام مالك كتب كثير من الناس موطئات، كم زر كتب موطأ؟ عارف ماذا قال الإمام مالك؟ قال ما كان لله يبقى. الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بجنب، والمذكر اللي كتب لله تاني الناس ما في زر بيستفيد منه. هل إخواننا الأعمال فيها إخلاص لله؟ هل الأعمال نابعة من الدواخل؟ كثير من الناس يعبد ذاته لا يعبد ربه. شوف أي زر بيقول لك أنا سويت، أنا ما سووا لي، أنا ما احترموني، أنا أهانوني، أنا سووا لي، ده التف حول ذاته وعبد نفسه، ودي عبادة الذات. ما مشى الشيوخ وما مشى اتمرغ في الأوثان، لكنه عبد نفسه، وهذا إشكال من الإشكالات. وحنجي نعرف حس في مستوى القلب، فالقلب ليسير إلى الله عشان يعمل العمل ويكون حاضر في إخواننا. أهم شيء حضور القلب عند فعل الصالحات، حتى تبسمك في وجه أخيك شنو؟ صدقة. لما تتبسم يحصل شنو؟ تتبسم وأنت مستشعر أنها شنو؟ صدقة. استحضار القلب في كل عمل تقوية للنية وإيصال للعمل إلى الله خالصة، وهذا يحتاج إلى تجريد. فابن القيم رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة قام قال شنو؟ قال القلب همته وقوته ونوره بحياته، والقلب يستمد حياته من الله مددا، تستمد الحياة القلب من الله، والحياة بتجيب شنو؟ النور والقوة والعزم والسير. جاب قال شنو؟ جاب كلام عجيب، قال القلوب الحية. شوف كان كيف كان، والله يا اخواننا كان مهم جدا. القلوب الحية تشعر بالسعادة الغامرة والطمأنينة الكاملة والحياة التامة في الدنيا، فلا لذة لكلامه ولا نعيم ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته. جاب كلام قال القلوب الحية لذتها بمحبة الله وطمأنينتها بذكر الله وشوقها للقاء الله. شوف المعاني دي كويس، وهذه جنتهم في الدنيا. قال المؤمن جنته في الدنيا معرفته بالله ومحبته له وشوقه إليه وطمأنينته بذكره والفرح بطاعته سبحانه. قل بفضل الله
وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. قام جاب كلام عجيب، قال ابن تيمية كان يقول، شوف أخوانا كلام كيف يقول، إن في الدنيا جنة، وهذا كلام العارفين الذين صحت قلوبهم وكان فيها حياة. قال ابن تيمية، شوف كلام كيف رحمه الله، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قال وما هي؟ قال جنة الأنس بالله ومعرفة الله والشوق إليه. وكان يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يحتز فيها طربا بأنسه بالله، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. شو هذا كيف؟ قال مرات قلبه يكون مع ربنا في صفاء شديد، قلبه ده يهتز طرب بالله، فرح بالله، بأنس بالله، القلب ده يكون سعيد لأنه مع الله، يشعر أنه هو بحب الله وقريب من ربنا. الإحساس الغامر هذه تعطيه سعادة. يقول ناس الجنة لو زيه حظهم، إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله، أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. جنة ولا ما جنة؟ جنة ولا ما جنة؟ والله إخوانا ده كلام، كلام راقي وكلام رفيع. القلب ليشهد هذه المعاني، لا يشهد هذه المعاني إلا بعد أن يسلم القلب من شنو؟ من المفسدات. وإلا فالمفسدات ماذا تفعل للقلب؟ تقتله وشنو؟ وتميته. تعالى ابن تيمية رحمه الله كان في السجن، دخل السجن بعدين قعد في السجن سنتين لحد ما جوا السجن. ابن تيمية أدخل السجن في رجب سنة 726 هجرية، وخرجت جنازته من السجن سنة 728 هجرية. وقال التبريز الحنفي في رثاء ابن تيمية، طبعا ابن تيمية يوم اليوم المات فيه ده، قام من الصباح اغتسل وتوضى ما فارغ المصحف لحد يوم مات، مع ان الايام الفاتت الغيرة كان بيدرس الناس في السجن، ومرات يألف في السجن يستمر في التأليف، حتى صادروا منه المدواة والمحبرة فألف على جدران السجن بالفحم. عنده علم في راسه خايف يموت، والعلم ده ما يعرفه الناس، يقوم يجيب الفحم ويكتب في الفحم في السجن. ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذه وحضر جنازته حكى في، أنا قريت الكلام ده في كتاب ابن كثير بداية والنهاية، قال لما دفن تقي الدين ابن تيمية أسرعنا من المقابر إلى السجن، نحمل الدفاتر والأقلام ومن جدران السجن ننقل العلوم قبل أن تمحى. فلما قرأ القرآن ختموا مرتين، في الختمة الثالثة كان في الجزء 27 في سورة القمر، فخرجت روحه عند قوله إن المتقين في جنات ونهر. فقام التبريد الحنفي رساه، قال شنو؟ قال غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيور، فخلى به يتلو عليه كلامه وله الحبيب مؤانس وسمير، حتى إذا اشتد التشوق زفه زف العروس وزيلها مجرور، ولقد سرى فوق الرقاب سريره فعجبت كيف الراسيات تسير، ما كنت أعلم قبل يوم وفاته أن البحات الزاخرات تغور. فابن تيمية هو جوا السجن كان بيقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. وهذا معنى مهم جدا في حياة القلب، لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. في ناس كتار حايمين ممكن يكون راكب كامري ومكيفة، لكن مسجون سجن تجيف، مسجون بالهموم، مسجون بالديون، مسجون بالمعاصي، مسجون بجفاء علاقة وانقطاع صلة بينه وبين ربه. ما سجد لله سجدة، وإذا سجد لله سجدة سجد وباله مشغول،
وما دمع لله دمعة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فما وجد بالله أنسى وما وجد من الله قربة أو إلى الله قربة. أليس هذا مسجود؟ مسجود ولا ما مسجود؟ حتى ولو تنفس الهواء الطلق فإنه مسجون، حتى لو قعد على ضفاف النيل مقابلين البحر والجو السمح الرومانسي ده ومعاه واحد أو واحدة برضو مسجون، وكان معاه واحدة بكون مسجون سجن تجيل. طيب ندخل في المفسدات مباشرة. المفسد الأول كثرة الخلطة. الخلطة مخالطة الناس تفسد القلب بالمناسبة، لأنك إما أن تتعلق ببعضهم وإما أن تراهم على منكر وإما أن تسمع منكرهم. فلذلك مخالطة الناس مفسد، مخالطة الناس مفسد للقلب. كيف؟ يقول ابن القيم أنفاس البشر كأنها دخان، وهل سود قلوب بني آدم إلا دخان أنفاس البشر. ده كلامه، يعني الناس لما تونسوا معك قاعدين بتنفس ما شاء الله مسويك، يعني ما عنده مشكلة، يمكن يكون ماكل لبان وانت شو من ريحة كعبة، لكن النفس بتاع الونس الكثيرة دي فيما لا ينفع بتسود القلب. طيب العلاقة مع الإخوان، أنت بتكون عندك مجموعة من أصحابك، إما أن تكون في الله وإما أن تكون في غير الله. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ينبغي أن تعلم شيء، أي علاقة بين اثنين في دنيا على غير كتاب الله وسنة رسوله وعلى غير الدين تنقلب يوم القيامة عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه عداوات كلها، عشان كده قال لهم إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فإياك مع علاقة ليست في الله، احذر، وإلا من تريد أنت؟ تريد البشر أم تريد الله؟ أي أدي قاعدة من هنا وخذها، اسمع القاعدة دي، سر إلى الله، وكل من أراد أن يعيقك عن الله فأزح جانبا عن طريقك واجعله خلف ظهرك ولا تلتفت إليه أبدا. خذ هذا مني، يعني لا تسمح لأحد أن يقطعك عن الله من البشر، وهذا خطر جدا يا إخوان. وشوف أنا أكلمك، أنت لو تعرف العلاقة في الله ولا ما في الله، في الله بتستمر ولا ما في الله بتستمر؟ إذا في اثنين متأخين في الله ظاهر متأخين في الله، إذا فارغوا معناه كان في أجندة غير أجندة الكتاب والسنة، كان في أجندة خفية، وده بيخلي الناس ما يمشوا لقدام. ده حديث، أسمعوا يا إخوان، أنتوا كلكم عندكم أصحاب، زملاء في العمل، جيران، علاقات، صداقات، حتى في الجامع. قال صلى الله عليه وسلم مات آخى رجلان في الله وافترقا إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما أو كلاهما. هذه قاعدة مهمة جدا في الخلطة. ثم قال ابن القيم في غير المدارج لكن في كتابه الفوائد قال وقد تكون العلاقة في الله منشأ من الأول. قال لا أنا دار أخيك في الله، دلت أخينا في الله، لا رحل، لا جيران، لا شغل، لا دكان، لا إيجارات، ما في أي منافع، بس في الله. قال وهذه العلاقة التي في الله بالرغم من أنها في الله غير أنها لا تخلو من ثلاث محاذير. علاقة في الله وفي الجامع، ما تعرف إلا في الجامع وفي الله، أروح المحاضرة، الليلة في درس، الليلة في عمل خير، بعد لا تخلو من ثلاث آفات. الآفة الأولى أن تتخذ عادة تقطعك عن الله، بيبقى بعد ده في مودة شديدة بيناتكم لأنه أنتم الاثنين مع بعض طوالي، المودة دي ما حتقدر تفصل اللي الله ياتوا فوق واللي نتيجة الاحتكاك ببعض ياتوا فوق، ما حتقدر تجد الفواصل داخل قلبك. والله يا إخوانا ده كلام خطير جدا. لذلك قال مع أنها في الله قد لا تخلو من شنو؟
من ثلاث محاذير. المحذور الأول أن تتخذ عادة الطرق عن محبوبك الأعظم فينشأ نوع من أنواع التعلق، وآفة ذلك أنك إذا لم تره اليوم تشعر أن يومك ناقص وأنك قلق جدا يوم كامل ما لقيته، تشعر أنه في حاجة ما لقى لأنه طواله معك. أنا الليلة في حاجة لا أسمع صوته لا هناي. يا أخي هذا الشغل الذي شغلك إياه جزء من نصيب قلبك كان ينبغي أن يكون مع الله. دي الآفة الأولى. الآفة الثانية، مع أنها في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك. كيف؟ ما لما يجنبوا مع بعض ما هم يتلاقوا في الجامع، لكن بيجنبوا يأخذون الوقفة طويلة يتكلموا عن كده ويضحكوا ويحكوا نكات وكلام زي ده، مع أن في الله كويس. وسبحان الله لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل بن عياض فتذاكرا في الآخرة، قعدوا مجلس ذكر قاعد تكلم عن الآخرة حتى بكيا. فقال الفضيل لسفيان: أترى هذا المجلس خير؟ قال: عسى أن يكون خيرا، ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا. قال: وأي وبال فيه؟ قال: أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآفة الثالثة، أن فيها ضرب من ضروب التزيين التزيين. أنت لو أخذ في الله سوف تحرص أن لا يرى منك شنو؟ الوجه الآخر. ما أنت عندك عيوب بتحرص أنه ما يشوف عيوبك. لكن يا إخواننا أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير، بإمكاني أن أؤلف مجلد في الكلام ده في مسألة العلاقات دي التزيين. أنت عارف ربنا أحيانا يفيدك تكون معزول، ربنا يكشف لك عيوبه لو مشيت له معاولة قدام بيغتسك. من الأول ربنا بيكشف لك عيوبه؟ في نوع بيكون عنده عيوب. أنت عشان كده ما تأسى أي علاقة بدت وما انقطعت لسبب شرعي ما تأسى ليها، خطها ورا ظهرك ومشي ما تأسى. إلا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك لأنك عصيت الله، عصيت الله مش عصيته هو، ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله؟ ممكن زول يقطعك لأنك عصيته يقول لك أفعصيت أمري؟ يا أخي أنت الله ما عصي أمرك يا أخي شنو؟ كويس؟ يا أخي في نوع من الناس لو عصيت الله ما بيتكلم معك، لكن كان عصيت أمره ممكن يخالفه، ده خليه وده. فلذلك أقول في هذه الجزئية شنو؟ الخلطة. طيب يا إخواننا الخلطة دي هل على الإطلاق أزول يجنب في بيتك في الباب يعني ولا كيف؟ بتركب مواصلات بتمشي في الشارع بتمشي المكتب يا أخي يقول لك عشان تعمل حاجة كويس يقول لك تعال. الناس دي بتفارقوا كيف انت عارف؟ بتفارق الناس؟ بتفارقوا؟ ما بتفارق يا اخي، داير بتاع البقالة تشتري، داير تمشي، داير تعمل. الخلطة الصحيحة والقاعدة المهمة في ذلك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم وأن لا تعتزلهم. ولكن إياك وإياك أن ترضى بمنكر أو أن توافقهم على منكر. خليك معهم. أفضل الخلطة ما كان في الجمعة. والجماعات كلها فيها بشر، ما بيجوا الناس بيجوا، لكن ده كويس ده خير ده في الجمع والجماعات ومجالس العلم والجنائز. إخواننا في زول بيمشي شجعي جنازة برا دي كويسة، دي تجمعات كويسة. ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها. وأهم شيء في الخلطة قال لك ابن القيم قال لك كلام جميل، قال إذا كنت مع البشر فعصوا الله فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين، كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك. قاعدين يعصوا الله ما غير تنكر عليه ما ترضى وخليك بجسمك، وهم بيقولوا في شنو ما تكون فاهم حاجة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا. ده المفسد شنو؟ الأول. المفسد الثاني ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني يعني شنو؟ يعني الإنسان
كل شيء من الصالحات يريد أن يتمنى، يقول لك بعمل الصالحات، ويبدأ يسرح بخياله الخصب وبآفاقه الواسعة. وفي ناس زي بتاع الجزازة والسمنة، بتاع السمنة ذاك، خدت السمنة قدام الجزازة قدامه قال أبيعها وأشتري بقرة، والبقرة تلد 20 بقرة وأبيع البقرة وأمشي أتزوج أحسن وحدة بنت فلان وأعرسها وأجيب ولد ويكبر وأصبح له كده في السماية ويكبر. قال أقول له ولد أعمل كده، يقول ما يعمل، قال أشيل عكار إذا طفحتك وحدة طيب جزء كسرة وقاعد هنا، يقول لك أمشي الحج قروش قاعدة، أمشي الحج وأسوي وأطوف بالبيت وأمشي المدينة، ولازم أي يوم موسم الحج السوق البحر، يقول السنة الجاية ده ما ركب بحر التمني ما ركب. أنت قال لك تجار الجلود في الضحية ما قاعد يمشي الحج، لأنه أيام الحج في شنو؟ قال لي أزولت الحج ما لك، قال له والله غريبة ما بيجي إلا أيام الضحية، قال له ده حج مفروض إيه في أيام تاتية، قال لكن بس بيجينا أيام الضحية، قالوا نحن مع الجلود دي بنلبن فيها وبنسوي. يا أخي ده شنو ده يا أخي؟ كويس. فداء ركوب بحر التمني. ثم قال ليك ابن القيم بعض الناس أمانيهم، حتى في بعض الناس أمانيهم خيالات، أعرجس وأسوي كده، وبعض الناس أمانيهم إيمان وعلم، يقول لك أتمنى العلم، أتمنى كده أتمنى كده. طيب ده المفسد شنو الثاني؟ المفسد الثالث، مفسد القلب، التعلق بغير الله، وهذا أعظمها وأكبرها وأشدها أذن للقلب. ابن القيم عنده قاعدة، أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. ليه؟ لأنه تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله، فأنت الذي تضررته. وقال لك إذا أراد الله أن يعذب عبدا، شوف الكلام ده عجيب كيف، إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو، بمحبة غيره. شوف الكلام ده إخواننا كيف شيء عجيب. المفسد الرابع من المفسدات، مفسدات القلب، فضول الطعام. إخواننا فضول، الفضول ده شنو؟ الزائد الطعام، مش الطعام ذو ما يأكل، فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي، هذا يفسد القلب. كيف؟ الطعام فضوله نوعان، الأول محرم في عينه وذاته، والثاني محرم بحده. والمحرم لعينه قسمان، محرم لحق الله، الميتة ما حق الزول ميتة، سيدك أنا جميع منا رما في الشارع ده بجوز تأكله؟ خنزير اشتريته بحرمانك بجوز تأكله؟ ده مفسد لشنو؟ للقلب. لحم السباع، كل ذي ناب من شنو؟ من السباع، وكل ذي مخلب من شنو؟ ست بنات في حقك ده بجوز تأكله؟ فإذا أكلته ما الذي يحصل؟ أصبت حراما. وإما أن يكون المحرم لعينه، محرم لعينه لحق الناس، كمال مغصوب أو منهوب أو مسروق. سرقت بروزول حرام ولا ما حرام؟ أكلت بيها، مش اشتريت باسطة، لقيت عتود بتاع زول حي عارف عتود، دخلت البيت وضبحته وأكلته، ضبحت عديد، حرام ده ولا ما حرام؟ حرام فيه لحمه ده حرام، هذا حرام لشنو؟ لعينه. أما الحرام لحده هو ما كان حلالا في أصله وعينه، مشيت السوق اشتريت خروف، جبت الخروف ده خطيته بقروشة والقروش حلال، الخروف ده قعدت فيه تاكله كله براك، ده حرام ولا ما حرام؟ أشيء ده حرام ولا ما حرام؟ يا أخي أكله في أسبوع ده تاكله في يوم براك، لا يدي الجيران لا يدي الناس براه، بس قاعد في الخروف ده يأكل فيه ده بشنو؟ طيب خطورة المسألة بين، قال لك من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا وخسر كثيرا. دي خلاصة شنو؟ خلاصة موضوع. أحكي لكم نكتة أوردها ابن القيم لكن ما في المدارج، أوردها في كتاب الفوائد. قال أكلة المؤمن، أكلة الصديقين في اليوم وجبة،
وأكلة المؤمنين في اليوم وجبتان. المؤمن بيأكل في يوم شنو؟ وجبتين. قالوا له ومن أكل ثلاث وجبات؟ قال قولوا لأهله ابنوا له معلفا. ما عنده شغلة معناها ده يعني ناس أهله يعملوا معلف يعلقوا له طوالي. قال ده زول بتاع داير يعلقوا له علوق. تعرفوا العلوقة؟ يعلقوا له. قال ما معقول يعني تأكل ثلاث وجبات؟ لأن يوسف عليه السلام وهو أمين الخزانة على مصر نبي كان يأكل في اليوم أكلة واحدة بس في شنو؟ في الظهر. متى من الظهر؟ فلما سألوه قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. لأنه في محل بتاع سلطة كان شبع بينسى الناس الجعانين ودي مشكلة إخواننا. زور يكون حاكم يشبع لو قال الناس جعانين يقول ماله الدياج ما راقد على حسب الدياج جابوا له. السجوك ده ما مليان الكبدة دي ما في وريني يا أخي جوع شوية عشان تعرف إنه الجوع ده حار كيف صح ولا ما صح. طيب ده من مفسدات شنو؟ مفسدات القلب. قال طبعا حكيتكم يا إخواننا في تلبس إبليس إنه أريد الأوراد من القيم برضو. الآن يحيى بن زكريا رأى إبليس عليه قلادة. القلادة فيها خرز وفيها خرزة كبيرة. فقال يحيى للشيطان ما هذه القلادة؟ قال مصائد التي أصيد بها بني آدم. قال ولكن فيها خرزة كبيرة. قال هذه أكبر مصيدة. قال وما هي؟ قال شبع البطن. أكبر مصيدة لأن إخوان الزول بيجي عديد. الشيطان لو قال لك أزني بتزني، لو قال لك يا تزني لأيك قال لك كل بتقول ماله؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول لك زول ناكل ماله؟ الدنيا ذاتي فيها شنو؟ أن نشبع أن نتمتع بقروش دي. يقوم يأكل أكثر من اللازم. قال فإذا أكل ثقلت رأسه ونام عن الصلاة المكتوبة. قام يحيى قال له لك علي يا إبليس أن لا أملأ بطني بعد اليوم. وقال له إبليس لك علي أن لا أنصح مؤمنا من بني آدم بعد اليوم. فلذلك هذا المفسد القلب. المفسد الخامس والأخير نختم به عشان ننزل منزلة جديدة وهي منزلة الاعتصام بالله. الدرس القادم إن شاء الله كثرة النوم. وإخواننا النوم ذاته في الشريعة ما عنده فقه. الناس ده ينوم مساكن يقول لك النوم ده مش حلال. هاي ننوم يا أخي تنوم على كيفك. النوم ده ما عنده حاجات فيه أشياء بتستفيد منها. أولا أنفع النوم ما كان عند الحاجة إليه. يعني زول تعبان ينوم. وأنفع النوم أول الليل نصفه الأول وثلثه الأخير. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هديه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم سدسه. السدس الأخير ذا ينوم ويصحى الفجر. قال وهذه ثمان ساعات. هذا أفضل النوم. أفضل النوم وأنفعه للبدن. ده واحد في النوم. اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد صلاة الفجر. ليه؟ لأن السلف يعتبرونه وقت غنيمة. قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الآصال مع غروب الشمس بعد العصر والغدو مع طلوع الشمس. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها. ده وقت غنيمة. لكن زور كان نام ما عنده مشكلة. أنا ما حرام لكن مكروه. ما تنوم لأنه وقت غنيمة. طيب وفائدته شنو؟ ليه قال لك زول ما ينوم؟ يكون صاحي بعد الفجر لحد النهار طوال يواصل. ليه؟ قال لك لأنه مبدأ النهار ومفتاحه. ده مفتاح النهار. شفت لما الشمس تطلع طوال وقت طلوع الشمس ده لازم يكون نايمين. ده مفتاح النهار وحصول الرزق وحلول البركة. ولذلك بورك لأمتي في شنو؟ في بكورها. طيب تاني شنو في النوم؟ تاني كره النبي صلى الله عليه وسلم دبق فوق نص النوم في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء. اللهم تب
مع المغرب أو بعد المغرب طوالي، ده النوم ده مكروه. وأسوأ النوم قبيل الفرائض تضيع لها، يعني زول يكون مساهد لحد الساعة 2 صباحا وبعد ينوم وما يصلي الفجر، هذا نوم يفسد القلب. زول يكون نايم يكون صاحي الظهر الساعة 2 إلا شنو إلا ربع، هو الساعة 1 ينوم 1 ظهر، والأذان باقي له كم؟ باقي له نص ساعة عشان يصحى 2 يصحى قريب العصر. هذا نوم مفسد للقلب جدا، فكثرة النوم لا شك أنه يفسد القلب. لذلك نكون قد انتهينا من منزلة التذكر، وإن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزلة الاعتصام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.